حقيقة نحن فعلنا هذا الدور، اتفقنا على هذه الجزئية، ولنا يعني الشعب الأردني وقد أثبتت محطات. هنا في هذه اللجنة تباحثنا وتشاورنا في سبل التعاون. صحن النواب كمان كان يتفضل فريق متمشي كثير بمثل أبناء الشعب الأردني، وكانت هذه أبناء الشعب الأردني من خلال ممثلهم في إصدار المسيحية في القدس الشريف. فشكرا رسالة أن معركة التحرير التي ستؤول إلى زوال إسرائيل هي قد بدأت محطاتها. نورمال ما له انعكاسات على السياسة الداخلية والخارجية في الأردن تحديدا، فنحن نمشي بهذا الاتجاه بشكل يومي، ولا يخلو اجتماع لنا في لجنة فلسطين إلا للمطالبة بذلك. وهنالك من يقاوم بالكلمة، والأردن يقاوم بالكلمة والموقف ودعم الصمود، ولكن الأيام القادمة أيضا في مجلس النواب يعني يجب أن ترجع شوي، هنالك مطالبات العديدة. هو لدعم القضية الفلسطينية ولدعم جهود المملكة الأردنية الهاشمية في القدس والوصاية الهاشمية. هذا المؤتمر هو بداية مؤتمرات يعني عقدتها لجنة فلسطين واستعقدتها لجنة فلسطين وجابت الأرض لجنة فلسطين للدفاع عن القضية الفلسطينية، وهو جزء من هذا المشروع في لجنة فلسطين مجلس النواب الأردني. عمليا على أرض الواقع، حيث أن الشجب والاستنكار في مرحلة ما لا ينفع الشعب الفلسطيني. نحن نريد مواقفا جادة في دعم